ولأصحاب الحقوق الواجبة علي لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. علمنا جميع شيخنا ومعلمنا وإلى علمنا وحبيب علي بن محمد بن حسين حفصي وإلى حضرة النبي الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويا أيها الراجعون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك. يا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا ربي صل على محمد اشرب بدر في الكون اشرق. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصدق. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصدق. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد واصل وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد واصل وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد يا رب
ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. لقد جاءكم رسولا من أنفسكم عزيز علي ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك.
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط بالوجود كرمه وإحسانه، تعالى مجد وعظم شانه، خلق الخلق حكمة وطوى عليها عدمة، وبسط له من فائض المدنة ما جرت به في أقداره القسمة، فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيد وأجل عبيده رحمة، تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، وانتشرت آثار شربه في عوارم الشهادة والنيوب، فما جل هذا المن الذي تكرم بالمنان، وما أعظم هذا الفضل الذي ورد من حضرة الإحسان، صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، فتعطرت بوجودها أكناف الوجود، وطرزت برد العوالم بإطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى جل الحق في عالم قدسه الواسع، تجل انقضى بانتشار بطنه بالقريب والشاسع، فله الحمد الذي لا تنحصر افراده بتعداد، ولا يمدن تكراره بكثرة ترداد، حيث ابرز من عالم الامكان صورة هذا الإنسان، لتشرف بوجوده ثقلان، وتنتشر أسراره بالأكوان، وما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالى، جل من شرب الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا، قد ترقى بالأسن على مقام وتناهى بمجده وتعالى، لاحظت العيون بمجدة بشرا كاملا يديح الضلالا، وهو من بوق علم ما قدرت رفعة بشؤونه وكمالا، فسبحان الذي أبرد من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان، ويعار بدع كل معانيه الجنان، انتشر منه في عالم البطون والطوار ما ملأ الوجود الخلق ينور، فتبارك الله من إله كريم، بشرتنا آياته بالذكر الحكيم بشارة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز علي ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن باجت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد ولي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان، تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده، وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق الشواهد. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله، والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونبله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا، فكان في ظلمة الجهل المستبصرين سراجا وقمرا منيرا، فما أعظمها من منة ذكر
تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها بالبحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز بها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله بحزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صعد المجد بقربه وتبيعوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما أطرد لكوان بنشر ذكراه ابنسيه. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى سيد السادات يمن على يمن
تخصيص ذي البشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق القبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضم إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموطن خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من شر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم شهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلق الهمة الراقم لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الألسن لا تفي بعصم عصار أوصاف ذلك الموصوف تصفيقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويها للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني لتدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والسهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولعي التسوق إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد أن للقلم أن يختم حرقته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل
وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أقبال وآثار ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتنزه في حدائق الأسماء والأبصار وقد بلغنا بالحديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور المودع في هذه الصورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وقال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني أن أول شيء خلق الله قول الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين بالخلق وآخرهم بالبعث وقد دعت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البنية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفت من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصلت يد العلم القديم إلى من غصت بتكريم أبي الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمي التي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقى صوف عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمت عشاءها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها فحملت برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجر له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مضى الشهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم بيضات فضله وتنتشر في آثار أجره الصميم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه حملت بي أزكى الأنبياء السلام عليكم.
محمد عين النعيم بشراك آمنة الرضا محمد عين
عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج. والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة. وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم اشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحينك ربع وانوض هذا الحبيب قللت السماوات والأرض لمن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت عناع هذا المستور ليبرز نوره صلى الله عليه وآله وسلم كاملا في عالم الزهور نورا فاق كل نور. وأنبذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يخضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات المبلود. حضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسية ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فات الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانطلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم. يا نبي سلام عليك. يا رسول سلام عليك. عليك
هو سرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام سعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد حسيني مرحبا وبجاهي يا إلهي مرحبا جد وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا واهدنا نهج سبيله مرحبا كي به نسعد ونرشد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا رب بلغنا بجاه مرحبا بجواره خير مقعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله